مرحبا بكم، موعد جديد في المحقق مع ما وراء القصة. قبل ما نجيو لتفاصيل قضيتنا بالنسبة لليلة، ندعوك أنك تشترك معنا في القناة وتنزل عليك الجرس باش كل جديد كما هذه القضية يجيك ويكون في بالك به. ما وراء القصة بالنسبة اليوم باش تهزنا لقضية شاب كان يسنى بفارغ الصبر في العرس متاع أخته باش يروح البلاد وباش يروح للسليانة، لكن في نفس النهار اللي يروح فيه السليانة باش تصير في حقه جريمة غريبة. شنو اللي صار له بالضبط؟ هذا اللي يحكي لنا وائل تفاصيله مع بقية أفراد العائلة في ما وراء القصة. مشاهدة طيبة. هما روحوا لباسهم الست وبخوي السابع، هما روحوا لباس وخوي كيفاش الله وعلم كيفاش صار فيها الحكاية هذه الكل مشني مصدق. اللوم في روحي للتو قاعد اللوم في روحي، نقول الله يرحمك أما أنا راني السبب. تجارب الحياة خلينا نبنيو شخصيتنا، ومن تجربة الأخرى نتعلموا نتجاوزوا مشاكلنا. وفي بعض الحالات علاقة الشخص بعائلته تكون كبيرة الدرجة ما تتوصفش، ويختار يضحي على خاطرهم، لكن الموت تخطفه في لحظة، وهذا اللي صار مع زهير ولد 24 سنة. هذا زهير 24 سنة، أصيل ولاية سليانة. زهير كان يخدم عامل يومي في نفس المجال متاع خدمة خوه كمال، عامل بناء. والله يعني ما يعمل حاجة يشاورني عليها، يمشي لبلاصة يشاورني، يعني نخدم مع بعضنا، يسكن معايا، نلبسوا مع بعضنا، يعني كل شيء. أنا والله تصدقني حاسب ولدي مش أخويا، أقسم بالله ما عندوش لا زايد لا ناقص، حتى صحبة برشا ما عندوش. سلام سلام. وبما انه عرس اخته بدا يقرب كان فرحان برشا، واختار انه يلم فلوس الخدمة متاعو لمدة اشهر باش يعاونها في مصاريف الزفاف. لكن حتى حد ما كان يتصور اللي صار ليلة 19 مارس 2022. صدقني لتو ما نجمش ننساه وما نجمش نخرجو من مخي جامد. يقول لي في برشا حاجي، والله منهم مرة قال لي ريتي، قال لي عرسك، قال لي يجيك عباد برشا عباد برشا، قال لي ما تتصورش قداش تجيك عباد، بشوي في ميتو وجد برشا عباد. جمل شوي فلوس متاع 3-4 أشهر، يعني باش يعاون بها مختي باللي باش تعرس،
مش تعرس يعني عاملة. زهير كان عاقل برشا، من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة، كان يطمح إنه يحسن من وضعيته وخاصة يفرح عائلته. وبما أنه كان يعيش مع أخوه كمال ويخدموا مع بعضهم فرد خدمة، فإنهم وقت الراحة متاعهم يمشي ويزوروا العائلة مع بعضهم. ولد 24 سنة كان يستنى باش ياخذ الخلاص متاعه على أساس باش يهز لأخته المبلغ اللي قاعد يلم فيه، عنده أشهرة باش تكمل تحضيرات العرس متاعها. وقت نحضر في عرسي كلمني وقت بجمعة باش يجين، بقات 3 شهور ما ريتهوش يخدم وكل شيء، حب باش يجي يروح. قال لي نهار السبت صارت وقتها مطر وبروم، واحد قال لي راني نزلت ما خلصتش، قال لي نخلص عشية مؤخر، قال لي غدوة الصباح نروح. نهار 19 مارس 2022 الطقس كان متبدل، المطر تجبد، الشيء اللي خلى كمال يقترح على أخوه زهير إنهم يمشيوا لسليانة من غدوة الصباح، وزهير ما كانش من العكسين. في العشية زهير باش يتصل بخوه كمال ويستأذنه في إنه يمشي مع أصحابه للقهوة. خلص راك حمور، مشى للقهوة على أساس غدوة مروح، فهمتني؟ يجوا اصحابه يعني اصحابه يعني مقربين لينا، فهمتني؟ من الفاميلي، مش يعني بعاد علينا، فهمت؟ حتى اللقب نفس لقب، فهمت؟ ولاد عمي ولد خالي معاه، ومعاهم زوز يعني من جندوب بحكم يعني مش خارج يسهر يعني، فهمت؟ يمشي معاهم يعني ما نعرفش كيفاش يمشي وعليش، الله اعلم. في القهوه اصحاب زهير باش يقترحوا عليه انهم يمشيوا يسهروا مع بعضهم، وزهير ما كانش من العكسين، وهذه كانت أول مرة يعيش فيها التجربة. الشيء اللي خلاه يهز معاه المبلغ المالي اللي كان يلم فيه لأخته. في الليلة هذيك عايل زهير باش تتحير عليه بما أنه تليفونه باش يتسكر، حاجة غريبة بالنسبة لأخواته، خاصة وأنه مستانس يجاوب على اتصالاتهم ويحرص أنه يشارجي تليفونه. قلت له يعني تو صباح نطلبك باش تركب يعني في اللواج وتراوح، فهمتني؟ في الليل يعني طلبته ونلقيه يعني مسكر، قلت لقيه احتمال طايح له التليفون وشارج ولا حاجة، فهمتني؟ يعني ديما حتى ما نطلبوش يعني يطلبني هو، فهمت؟ الليلة ذيك بالذات ما طلبنيش، أقسم بالله ليلة كاملة نتذكرها كيما تو، مطر تصب وانا خارج داخل خارج داخل خارج داخل، يعني ما رقدتش جملة، حاس اللي هي ثم حكاية. طلبته الخمسة متاع الاربعة متاع الصباح سونا شوية التليفون وقص. على اساس وقتها خويا في بالهم باش يروح معي، قال له راني باردة، قال له انا شنو ندوش ونغسل حوايجي غدوة الصباح مروح بكري. وقتها كلمونا في جماعة السبيطار قالوا راه خوكم احنا نطلبوا فيه وتليفونه مرلونه مسكر، تليفونه طلبته وين الست متاع الصباح، نلقي تليفونه مسكر. ومن بعديك عودت حال، كي عودت حال ما هزش علي، مشي في بالي قلت بالك شي يروح في النقل ما سمعهوش. تحيرت ياسر، تحيرت انا اصلا في الليلة ذيك اللي قاعد مضروب فيها ما رقدتش للصباح، حس في روحي مش نورمال حتى تعرف. الستة متاع الصباح بعد اتصالات متكررة، كمال خو زهير باش تهز عليه طبيبة وتعلمو انه خوه تعرض الحادثة. هزت عليه طبيبة قلت لي شكون انتي؟ قلت له انا راني خو زهير. قلت لي راهو لحظة لحظة وعلق، عاود طلبت نجي مسكر زاد، عاود طلبت حلت علي. قلت لي راهو خوك انتي خو اللي كلمني توا؟ قلت له ايه انا. قلت لي راهو خوك ما نعرفش اكسيدونتي ما نعرفش شنو بالضبط اللي صار. شنو حسيت في اللحظه؟ يدي انا بريكت، انا ماشي باش نركب يعني مروح جاي لتونس لهنا، خرجت 20,000 يعني عطيتها للقشي باش نقص بلاصه. من بعد اخر لحظه قلت بلي لحظه خلينا نزيد نعمل محاوله ترى يهزش علي. صارت لي قالت لي راهو هكا وهكا بريكت.
عاود خويا كلمه قال له هزت عليه الطبيبه قالت له روح اخوك تعب على الاخر راهو ياسر في السبيطار عامل اكسيدو ولا شنو ولا راه حالته تعبه على الاخر مشى نقول في سهلول حالته تعبه على الاخر ما يجاوبش الدم خرج من وذني ونفس اللبسه اللي لبسها وهبتها ستوريات في الليل الصبح ما قلتهمش نلقوه لابس لبسه مع بعضها في السبيطار نلقوه لابس لبسه اخرى. العائله ما كانوش فاهمين شنو اللي صاير معاه. كمال اختار انه ما يعلمش والدته اللي كانت كل يوم تسأل على زهير حتى لين اكتشفت ان ولدها الصغير بين حياة وموت. يعني تطلبني تقول يا اخي زهير ايش بيه ميازش علي؟ نقول لها حبست يعني اقسم بالله حبست. نقول لها انا مريض ما يناجش تقولي لي عادي يقولي عادي يقولي خلينا نشوفه بيه عادي يقولي وريني تصويرته. نقول لها راه مريض ما نجمش تقولي باش شنو باش مريض عطيني باش مريض نقول لها راه مريض بالكورونا ما حبيتش نقول لها انا امي سمعت يعني من بنت خوي قالت لها راه هكا هكا كبيرة يعني في العمر ما نجمش نقول لها نوز دمو هي يعني اقرب واحد ليها والمرحوم يعني. باش نفهموا اللي صار مع زهير نرجعوا بكم الليلة 19 مارس 2022 في آخر السهرية زهير باش يبقى هو وصاحبه لكن وقت خرجوا باش يشريوا دخان أعوان الحراسة متاع المحل اللي كانوا ساهرين فيه باش يدخلوا معاهم في نقاش الشهادات اللي توصلنا لها تأكد أنه طلبوا منهم فلوس لكن وقت رفض زهير هو وصاحبه باش يعطيوهم الفلوس باش يعنفوهم ويتسبوا في ضرر كبير خاصة الزهير رانا خارجين أنا وزهير بورتيات ضمفهم الباب بدو يحبوا يحاولوا يفكونا فلوسنا ما حابينش نعطوهم يا أخي واحد شادني أنا واحد زهير قال أنا جبت روحي منهم وبقوا يضربوا في زهير ضربوا برشا ضربات ومن بعدك هزوه طيشوه وقت كشفوا دم خارج من وذني وكل شيء خلوه قالوا قول راه ضرب راسه على الحيط ثم واحد يضرب راسه على الحيط بالله يديك فجت بياخذ باكو دخان ويرجع مقصو البورتي فهمتني بعد كي رجع قال له خويا اش بيه قال له راه هكا وهكا قال له مقصني حب من عرش كي روحوا معاها خويا مروحين يعني سايي فهمتني اللي بشد خويا قال له انت شنو اللي في جيبك قال له حتى شيء قال له باش تخرج يعني ما نعرفش شنو من الفتيل ولا شنو قال له ديري فلوس عليك كلمه فلوس هي كاو الغريب في الموضوع ان وقت طالبت عائلة زهير بكاميرات المراقبة باش يفهموا التفاصيل اللي صار اتفاجئوا باعلامهم بانه التيار الكهربائي انقطع وكاميرات المراقبة اللي في الباب ما صورت حتى شيء من اللي صار انا في بالي هازم وحمل كل شيء عنده قال لي راهم في بالكم الكاميرا باش ما تقولوش راهي عندي راني ما ريتهاش راني مشيت حاولت باش نشوفهم قالوا ما حكيت ال11 قص كل شيء قص الضوء ما سجلت حتى شيء تو هما قص الضوء باقيين هما النص الماضي ساعتين ومثلا عضلين قاعدين ياسر حاجه ما دخلتش المخ جامله شيء يعني خذها اذن منه كل جمهوري وكل شيء يعني باش يطلع يعني تسجيل متاع الكاميرا قالوا له يعني الليله هذيك بالذات الضوء قص هل يعقل يعني الليله هذيك بالذات يقص يعني فسر لي علاش يقص يعني ترى انه حق خوك موجود في كاميرات المراقبه بطبيعه انا نحب نعرف ما هو يعني وهم يعني يحبوا يعني يبروا ارواحهم اعطيني انا ايش عمل هنا نعرف وين اخوي نعرف نعرفه ما يعمل حتى شيء يعني ما يعمل حتى شيء خاف اصله خاف ما يعمل حتى شيء مو بالضبط كي ضربوه عارفين منها الضربه مش فاز منها جمل وفي السبيطار فما شكون الطب قالوا راه فما شكون يجينا الاربع تاع الصبيح يسهل زهير مات ولا لي هاي
قال ثم يجينا واحد كل صبيح لا ربع متاع الصبيح يجي يجري قالت يدق علي الباب نحلو نقول تفضل. قالت ما يقولش زهير لاباس يقول لي مات ولا لا ويخرج. قول لي مات ولا لا ويخرج مش معروف. قالها اخويا قالها احنا العائله نتاعنا تعرفيهم. قالت له لا مش من العائله نتاعك. قالت له العائله نتاعك كل يوم نشوفهم. قالت له وضعي ما نعرفش كل يوم يجيني على الصبيح لا ربع متاع الصبيح يقول لي مات زهير. واليوم كمال يسيطر عليه احساس بالذنب بعد وفاه خوه بما انه هو اللي اجل المرواح لسليانه. انا وقت اللي خرجوه يعني من الدار يعني مش ندفنوا فيه كل شيء يعني نقول وراني انا السبب سامحت اقسم بالله والله نلوم في روحي للتو قاعد نلوم في روحي نقول الله يرحمك اما انا راني السبب نهالتني يعني الليلة ذيك مشيت والله راني قاعد خويا يظهر هذاك هو الحاجة الوحيدة الطلبة نحب حق خويا يظهر هذاك هو أنا وشنو الطالب نحب نرتاح أنا ويرتاحوا في قبره ترى أنه هو ما هوش مرتاح مش مرتاح نحس وتعب على الآخر نحب يظهر حقه وقت بوك يظهر حقه نقولوا ارقد وارتاح انا مرتاح. في قضية زهير ولد 24 سنة تمت إحالة أعوان الحراسة بتهمة قتل نفس بشرية والمشاركة في ذلك، لكن لليوم مازال ما صدر حتى حكم في القضية.